بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله. هنا يجلس يوسف وحيداً في هذه البئر، يناجي ربه، يدعوه، ليس لها من دون الله كاشفة. يوسف وقع في هذا الجب ضحية لإخوته وحسدهم وغلهم، ومع ذلك فهو لا يتمنى لهم عقاباً ولا أذى، هو يتمنى لهم توبة عما فعلوه به. يا له من مشهد مهيب، أن يجتمع إخوة على أخيهم ليقتلوه أو ليعذبوه حسداً من عند أنفسهم. الآن يوسف في حفظ الله ورعايته، أما عن القلوب فهي في محنة عظيمة. واستقبل يعقوب خبر مقتل يوسف بالحزن الشديد. أين ابن أختي يوسف؟ أين ابن راحيل؟ كيف أكله الذئب؟ وأين كنتم؟ يا يهوذا، ماذا جرى ليوسف؟ كيف ضاع منكم؟ كيف أكله الذئب؟ وأين كنتم؟ ذهبنا لنتسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لما كنا نعرف أن في هذه المنطقة ذئاب متوحشة. يا حبيبي يا يوسف، ما ذنبك يا أخي؟ هذا هو قميص يوسف. قميصك يا يوسف، يا ولدي، يا نور عيني، أين أنت؟ ذهبت وتركت الحزن في القلوب ساكن. آه يا يوسف، ليتك ما ذهبت يا يوسف، ليتك ما ذهبت. من منا يعلم الغيب؟ هو قضاء الله وقدره. ولما رأى يعقوب قميص يوسف فاضت عيناه بالدموع، ولاحظ أن القميص لم يتمزق. هنا قال يعقوب: تالله ما رأيت ذئبا أحلم من هذا، أكل ابني ولم يشق قميصه. لا أعرف كيف حدث ذلك. لقد كنا نتسابق ونلهو، وعندما عدنا لم نجد أي أثر ليوسف، فقلنا إن الذئب قد أكله. أكله؟ كيف؟ فلو أكل الذئب يوسف لما أبقى منه شيئا، وإذا أكله لمزق قميصه فلم يعد سليما هكذا. إذن علينا أن نبدأ في البحث عن يوسف، فيوسف لم يأكله الذئب. فلنذهب للبحث عن أخي يوسف، نبحث عنه في كل مكان. ولكنه الليل، فكيف نبحث عنه ليلا؟ سنبحث عنه ليلا ونهارا حتى نجده. هيا هيا اشعلوا النيران في المشاعل، هيا.
هيا هيا يا نبي الله يعقوب، هيا نبحث عن يوسف الصديق. كنعان كلها لن تنام هذه الليلة، حتى النهار سنقضيه باحثين عن يوسف. يا يوسف يا يوسف 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 يا يوسف يا يوسف يوسف يا يوسف، أجبني يا حبيبي يوسف، أين أنت؟ أخي يوسف يا يوسف، آه يا يوسف، آه يا يوسف يا يوسف يا يوسف، أين أنت يا يوسف؟ يوسف أين أنت يا يوسف؟ يا يوسف يا أخي يا يوسف، أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت يا يوسف؟ هيا نتجه نحو كل بئر وكل شجرة وكل حفرة في الصحراء، لعله سقط عندها. هيا هيا يا يوسف يا يوسف يا يوسف يا يوسف يوسف يوسف. لا أدري ما الذي يمكن أن يحدث لي إن لم يعد يوسف مرة أخرى. لقد استأمنتني أمه راحيل علي، يا ليتني عرضت خروجك للصحراء يا يوسف. لقد ضاع يوسف، ضاع يوسف. سامحيني يا شقيقتي، سامحيني، لقد فرطت في تلك الأمانة ولم أحافظ عليها. لا أعرف ماذا أقول، لقد انتهيت، أشعر أنه ليس للحياة مذاق بعدك يا يوسف. آه يا حبيبي، آه يا ولدي، أين أنت يا يوسف؟ يا يوسف، يا قلب خالتك، اللهم افرغ علينا صبرا يا رب العالمين، لا أطيق الحياة بدونك يا يوسف، لا أطيق الحياة بدونك يا حبيبي. يا الله يا الله. ظل يعقوب يبكي حزنا على فراق يوسف، لقد فقد الأمل في عودته بعد أن بحث عنه طويلا، حتى عادت كنعان كلها من غير يوسف الصديق. عادوا في قهر وحزن على فراقه. هذا فراشك يا يوسف، أصبح خاليا من دونك، ما زالت أنفاسك في هذا المكان عطرة طاهرة، ما زالت وسادتك يا يوسف مفعمة برائحتك. يا أخي وحبيبي،
يا حبيبي، ما زالت حجرتك تبحث عنك يا يوسف، يا يوسف. وقد علم يعقوب النبي عليه السلام أن الذئب بريء من دم ابنه يوسف، وأن إخوته قد بيتوا النية للتخلص من يوسف يوم خروجه للصحراء. أشعر أن أخي يوسف لم يمت وأنه على قيد الحياة، أشعر بهذا. ما ذنب هذا الصبي المسكين في أن يضيعه إخوته؟ فلم يفعل أي شيء غير أنه كان صالحاً تقياً. الحقد، الحقد يا تقي، كل هذا سببه الحقد. قتلوا أخاهم أو ألقوه للذئب، فالنتيجة واحدة. ما أصعب أن يغيب ولد عن والده ولا يعرف عنه شيئا. إنها محنة واختبار إلهي وبلاء عظيم.